من المقرر أن تجري الانتخابات العامة القادمة في 5 نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس وأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، وتختلف كل ولاية أمريكية مشاهدين عن الأخرى من ناحية عدد أعضاء مجلس النواب فيها، وذلك بحسب الكثافة السكانية. عموما يعني نتحدث عن 435 عضوا لمجلس النواب يوزعون على الولايات المتحدة الأمريكية بناء على التعداد السكاني. فمثلا ولاية كاليفورنيا الأمريكية لديها 52 عضوا من مجلس النواب، وذلك بسبب عدد سكانها المرتفع البالغ أكثر من 39 مليون نسمة. أيضا هو الحال بالنسبة لولاية تكساس الأمريكية التي لديها 38 عضوا في مجلس النواب، لأنه عدد السكان فيها يصل حوالي 30 مليون نسمة. الحال أيضا مشابه لولاية فلوريدا الأمريكية التي لديها 28 عضوا في مجلس النواب بسبب التعداد السكاني الذي يصل إلى حوالي 24 مليون نسمة. أما إذا ما انتقلنا مشاهدينا إلى الولايات الأمريكية التي يعتبر تعداد سكانها قليل، مثلا مين الأمريكية تمتلك فقط عضوين لمجلس النواب لأنه عدد سكانها حوالي 1,400,000 نسمة فقط. هذه بالنسبة للولايات وأعضاء مجلس النواب فيها. أما إذا ما تحدثنا عن أبرز هذه الولايات من ناحية الأهمية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، أريد أيضا أن أذكر بميشيغان الأمريكية، الولاية المتأرجحة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، أيضا تعتبر من الولايات المهمة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب. لديها حوالي 13 عضو في مجلس النواب، 6 منهم تميل أصواتهم إلى الجمهوريين و7 إلى الديمقراطيين. الحال أيضا مشابه لولاية بنسلفانيا الأمريكية، الولاية المتأرجحة أيضا في الانتخابات الرئاسية، وهي ولاية تعتبر ساحة معركة رئيسية لسباق مجلس النواب، حيث توجد فيه دوائر انتخابية غير مستقرة سياسيا. لديها حوالي 14 عضوا لمجلس النواب، 9 أصوات منها تميل للجمهوريين و6 تميل إلى الديمقراطيين، وأيضا هناك صوتان متأرجحان ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. ولاية نيويورك الأمريكية تعتبر من الولايات المهمة بالنسبة لمجلس النواب، وفيها أيضا بعض الدوائر كالدائرة 3 تعتبر مهمة في السباق الديمقراطي لاستعادة السيطرة على المجلس. لديها حوالي 26 عضوا في مجلس النواب، 6 منهم لديهم ميول للجمهوريين و16 للديمقراطيين و4 أصوات متأرجحة. وأيضا نتوقف ختاما بالنسبة لقراءة هذه الولايات مع جورجيا الأمريكية مشاهدينا، التي لديها حوالي 14 أيضا عضو في مجلس النواب، سيتم تغييرهم بالكامل، وتعتبر هي بطبيعة الحال ولاية متأرجحة. ولكن هذه الولايات المتأرجحة في نهاية المطاف هي مهمة سواء لانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ. والمعروف أيضا بأنه انتخابات مجلس النواب مشاهدينا يشترط الترشح فيها أن يكون عمر المرشح 25 عاما على الأقل، وأن يكون حامل للجنسية الأمريكية لمدة 7 سنوات، وأن يكون من سكان الولاية التي يمثلها.